سو يا جماعة، هذا سر من أسرار التسوق في كندا، شغلة اسمها رين تشيك. رين تشيك هي أي شيء موجودة في الفلاير تبعهم بس مش موجودة عندهم إن ستوك، تقدر تأخذ شغلة اسمها رين تشيك، إنك تقدر تيجي تشتريها within one month بنفس السعر، حتى لو ارتفع سعرها بصير عندك هذا الكوبون تقدر تشتري. أعتقد بعطوك up to 3. هلا إحنا طلبنا رين تشيك ل حلال الستريبس، هدول الستريبس تبعون التشيكن بريست. هلا حنشوف حطينا اياهم ولا لا. خليكم معنا. Can I have rain check for these? You don't have any more. Iris, this is the last one. Can you have a rain check for more? Yes. This one? Yep. Did you talk to the yep. girl? Jordan. Jordan? She said nothing. Jordan, please go 117. Jordan 117. Thank you. سو اخذنا الرين تشيك زي ما شفتوا، اعطونا 6 حبات نقدر نجيبهم. في شرطين لهذا الرين تشيك انك تاخذه. الشرط الاول انه يكون هذا الشيء موجود على الفلاير، يعني عليه تنزيلات. والشرط الثاني اعتقد انك لازم بعض السوبر ماركتات حسب السوبر ماركت لازم تستخدمه خلال شهر من تاريخ اصداره، وبعض السوبر ماركتات بعطوك لحد ما تلاقيه. المشكلة انه احيانا بكونوا out of stock فبرجعوا بعطوك رين تشيك تاني، فهدول صاروا يسووها انه خلص لما تيجي وتستخدم. حبيت بس اعطيكم هذا النصيحة. يلا سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.